انستا باي او برنامج المدفوعات اللحظيه. هنعرف في الحلقه دي مين الشركه المنشاه للتطبيق، وكمان هنعرض موافقه البنك المركزي على استخدام التطبيق، وهنتكلم عن ايه هي المميزات الموجوده في التطبيق واللي ما كانتش موجوده في اي اونلاين قبل كده، واللي تعتبر نقله كبيره جدا في النظام المصرفي، وكمان هنعرف ايه هي الشروط علشان تقدر ان انت تشترك في التطبيق، وهنعرض ايه هي البنوك اللي موجوده على التطبيق، او بمعنى اصح ايه هي البنوك اللي لو عندك حساب فيها تقدر ان انت تستخدم التطبيق. وفي اخر الحلقه هنتكلم عن حدود العمليات او اقصى مبالغ ممكن ان انت تقدر تحولها من التطبيق. يلا بينا، معاكم احمد هشام من قناتكم بنك نوت، تابعونا عشان تعرفوا. اهلا بيكم مره تانية. اول حاجه تعالوا نعرف مين اللي عمل تطبيق انستا باي. تطبيق انستا باي مملوك لشركه بنوك مصر، وشركه بنوك مصر دي البنك المركزي بيمتلك فيها نسبه 60%، وال 40% التانيين مملوكين لبنوك مصريه زي بنك مصر والبنك الاهلي. وعلى فكره شركه بنوك مصر مش اول مره تعمل خدمات، شركه بنوك مصر دي المالكه لماكينات 1 2 3، وكمان هي اللي انشات نظام الدفع بالهاتف او المحافظ الالكترونيه زي فودافون كاش، وكمان زي المحافظ الموجوده في البنوك زي محفظه بنك مصر. التطبيق او خدمه المدفوعات اللحظيه تم الموافقه عليها من البنك المركزي في تاريخ 4/11/2021، وده نص الموافقه واللي هتلاقوه برده موجود على موقع البنك المركزي. تعالوا بقى نتكلم في المهم ونعرف ايه هي مميزات التطبيق. ركز كده معايا. اول ميزه تقدر ان انت تربط كل حساباتك في كل البنوك على تطبيق انستا باي، ومن تطبيق انستا باي تقدر ان انت تعرف رصيد اي حساب فيهم في اي وقت. تاني حاجه واهم ميزه فعلا في التطبيق ان انت تقدر تحول من خلال التطبيق من حسابك لاي حساب في اي بنك تاني، والتحويل يسمع في نفس اللحظه حتى لو عملت التحويل بعد اوقات العمل الرسميه او في ايام العطلات. وفعلا فكره ان التحويل يسمع في بنك تاني في نفس اللحظه ما كانتش موجودة في اي تطبيق اونلاين بانكينج تاني. تالت حاجة، من خلال التطبيق تقدر ان انت تتأكد من اسم الشخص اللي انت هتبعت له فلوس، ودي حاجة كانت بتعمل لنا قلق لما بنيجي نحول من الاونلاين. رابع حاجة بقى، انت من خلال التطبيق تقدر تحول لأي كارت ميزة والتحويل يسمع في نفس اللحظة، وكمان تقدر تحول لأي محفظة إلكترونية والتحويل يسمع في نفس اللحظة، ده غير طبعا الحسابات. خامس ميزة بقى، في حالة ان في حد هيحول لك فلوس من التطبيق، او ان انت محتاج من حد عنده نفس التطبيق ان هو يحول لك فلوس، هتعمل حاجة اسمها طلب دفع. طلب الدفع ده بتدخل فيه المبلغ اللي انت محتاجه من الشخص، وبتدخل رقم موبايل، وفورا بيروح له نوتيفيكيشن او اشعار، كل اللي عليه ان هو بيفتحه وبيطلع على تفاصيله، وفي حالة ان هو موافق ان هو يبعت لك المبلغ ده هيدوس موافق، من غير بقى ما يدخل رقم الحساب او يطلب منك سويفت كود البنك او اي تفاصيل تانية زي ما كنا بنعمل زمان. وكمان انت لما بتسجل على البرنامج وتبدا تضيف حساب بنكي، انت بتعمل اسم مستعار للحساب بتاعك، والاسم المستعار ده ما ينفعش يتكرر، فانت كل ما بتسجل في البرنامج بدري كل ما بتختار اسم مستعار مميز. وبمنتهى البساطه الاسم المستعار ده بتبدا ان انت تبعته للشخص اللي هيحول لك الفلوس، فبيحول لك بالاسم المستعار، فما عادش محتاج ان انت تبعت له رقم الحساب كامل ولا سويفت كود البنك ولا الايباد. اخر ميزه بقى ودي اللي صايعه قوي، انت ممكن تحول لاي شخص فلوس على رقم تليفونه وتخش في حسابه، بشرط ان هو يكون مشترك في التطبيق وعامل حسابه على التطبيق حساب اساسي. بمجرد ما بتدخل رقم موبايله في التحويل بيجي لك اسمه عشان تتاكد ان انت هتبعت الفلوس للشخص الصح، وفورا الفلوس بتخش في حسابه. تعالوا بقى نعرف ايه هي شروط الاشتراك في البرنامج، واللي هي عاديه جدا. اول حاجه يكون معاك رقم الموبايل اللي متسجل على حسابك في البنك. تاني حاجه يكون معاك كارت ديبت او كارت خصم فوري ويكون متسجل عليه نفس رقم الموبايل. تالت حاجه يكون حسابك ده حساب شخصي مش حساب شركات، لان حسابات الشركات لسه مش بتضاف على البرنامج. وبالنسبه للبنوك اللي متسجله دلوقتي على البرنامج هم 8 بنوك، او بمعنى اصح البنوك اللي لو حضرتك عندك حساب فيهم تقدر ان انت تستفيد من البرنامج او تشترك في البرنامج، هم 8 بنوك: بنك مصر والبنك الاهلي، وبنك القاهره وبنك اسكندريه، والسي اي بي وكيو ام بي، واي جي بنك، والبنك العربي. وطبعا هنعمل حلقه فيها شرح تفصيلي للاشتراك والتسجيل في البرنامج، وهيكون في بلاي ليست فيها شرح تفصيلي الخدمات اللي بيقدمها التطبيق، وهتلاقوا في الوصف تحت اللينك الخاص بتحميل التطبيق سواء للاي او اس او للاندرويد. ودلوقتي بقى تعالوا نعرف ايه هي حدود التحويل من التطبيق. الحد الاقصى للتحويل الواحد هيكون 50,000 جنيه، يعني اقصى مبلغ ينفع تحوله في المره الواحده هو 50,000 جنيه، واقصى مبلغ ينفع تحوله في اليوم الواحد هو 60,000 جنيه. اما بقى في خلال الشهر تحويلاتك ما ينفعش انها تتعدى ال 200,000 جنيه، والارقام دي جايه من الموافقه بتاعه البنك المركزي او من قرار البنك المركزي. طبعا الارقام قليله ونتمنى انها تزيد، بس طبعا خطوه كويسه جدا من البنك المركزي وخطوه كويسه جدا من شركه بنوك مصر. كده حلقتنا النهارده تكون انتهت، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو في حد ممكن يستفيد منها ممكن تعمل له شير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة لازم تشترك وتنورنا وتفعل زر الجرس. ولو في اي اسئلة انا مستنيها في الكومنت تحت، وان شاء الله نرد عليها كلها. شكرا ليكم جدا.